وادي المكان. هو فين الفلوس؟ دول 18 شوال، كل شوال فيه 1,000,000 جنيه. تمام، بس مش هتمشي غير لما اعدهم كله. الصبر. وده الشوال 19 اللي هحط جتتك فيه بعد ما اقتلك عشان ساومتني. انا عساف الغريب اللي محدش يساوم. انت قتلته؟ خلي قلبك قاعد، لسه في ناس كتير هتموت. لازم اراقبك يعني، في شريك برضك يخبي على شريكه خط سيره. هو ده المكان اللي مخبي فيه خالتي شاميه؟